احنا مسرورين جدا بحضورنا اليوم لبطولة برج بوعلي عريش مع البارتنير نتاعنا الدكتورة خليدة بوبوترة. اليوم عندنا تقريبا 500 طفل مشاركين في البطولة. هذه بطولة جهوية نعتبروها، لكن فيها ايضا مش تكون ثم عندنا بطولة وطنية في الجزائر، ثم بحول الله في سبتمبر مش تكون عندنا بطولة مغاربية يشاركوا فيها الأخوة والأطفال من تونس والجزائر مغرب وليبيا ان شاء الله. في الاكثر ان شاء الله مش تكون في سبتمبر، ومش تكون مبدئيا مش تكون في اسطنبول. والنتائج نتاع الصغيرات اللي شاركوا معنا في البطولات هذه ويشاركوا في برنامج الحساب الذهني من مده 12 سنه تقريبا، شفنا اللي هما تميزوا ياسر وقت اللي كبروا وخذوا البكالوريا نتاعهم وتميزوا في الدراسه نتاعهم وفي الانجازات نتاعهم. صاحب
شاركنا في البطولة وإحنا الممثلين لصطيف لولاية صطيف. الحمد لله عقبت بطولة ولا أروع، نشت التعب والجهد والسهر، من الحمد لله كانت نتائجنا، حصدنا 9 كؤوس والكأس العاشر كان لأحسن سكور، كان ثاني من مركزنا. الحمد لله اجتمعنا في مجلس العلم اللي لم قداه من ولاية، فرحنا الأولاد، وصلنا بهم المستوى أنهم ارتقوا الحمد لله. نشكر جميع الولايات، نشكر الدولة الشقيقة تونس على حسن التنظيم، الأستاذة وئام، الأستاذة خالدة، نشكر الجميع كما نقولوا احنا رجال الخفاء اللي قاموا على الحدث. شكرا، نشكر الجميع للقدوم، فرحتونا ديزا رؤية ضحكات الأطفال، خاصة اليوم كانت هدف من أهداف هذا البرنامج. نشكر الأولياء على القدوم، نشكر كل منظمين اليوم. فاتت مسابقة ما شاء الله، الكل كان في المستوى والنتائج كانت كالعادة رائعة جدا، مقتنعين بها والعقوبة الجاي إن شاء الله والحمد لله. نتقدم بجزيل الشكر ووفر العرفان لكل من ساهم في إنجاز هذه البطولة وإنجاح هذا الحدث، الذي البطولة التي ضمت أكثر من 500 طفل من 14 مركز عبر القطر الجزائري. نشكر جزيل الشكر الطاقم الإداري والمشرفين والرؤساء المراكز. دونك جينا هوني ديزانفيتي، جابتنا خالدة، جينا بعد خالدة باش حضرنا البطولة الوطنية هذه اللي عملتها خالدة في البرج. نشكر مديرين المراكز اللي كانوا حاضرين واللي جابوا أطفال واللي تنقلوا واللي تعبوا واللي حضروا الأطفال. الحمد لله تعديت جو باهي، الحمد لله تعديت معناتها في أجواء ياسر مزيانه. ان شاء الله باذن الله البطوله الجايه مش تكون بطوله مشاركه اكاديميه العباقره في البطوله الدوليه في تركيا في الاسبوع الاول من سبتمبر، وان شاء الله ملتقانا في البطوله المغاربيه كما كل عام في ديسمبر 2022 في تونس باذن الله. وشكرا. هيا صفقوا على رواحكم.